السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتكلم عن الأساتذة اللي أثروا فيا وأنا بدرس وأنا طفل في الحلمية الجديدة، سواء كانت في مدرسة أحمد ناهر الابتدائية أو مدرسة المحمدية الإعدادية. أول واحد فيهم كان هو الأستاذ حجازي رحمة الله عليه، اللي كان دايما بسم الله ما شاء الله ماسك عصاية في إيده، ودايما كان وكيل المدرسة وكان مدرس الحساب، وكان يعني صارم لكن طيب جدا، وكان عمره ما بيضرب الأطفال لكن كان بيحاول يجمع الأطفال عشان يتعلموا أحسن تعليم في هذا الوقت. تاني واحد كان اللي هو الأستاذ صبري، والأستاذ صبري ده كان في مدرس لغة، كان غير مسلم، كان من إخواننا المسيحيين، وكان رجل شيك جدا، ورجل كانت مدرسة لغة إنجليزية، وكان رجل شيك جدا، وكنا دايما بنحب نتعلم منه اللغة الإنجليزية، ومع إنه كان يعني برضك صارم وكان معاه العصاية اللي هو بيستعملها بين حين وآخر، ومن أحد الناس اللي حببوني في اللغة الإنجليزية. المدرس الثاني اللي هو أستاذ نبيل، وده ساعة الابتدائية كان والدي الله يرحمه جاب لي مدرس حساب علشان أجيب نمرة عالية جدا في الابتدائية، والحمد لله كان بيعلمنا، كان برضك صارم وبرضك بيستعمل اللي هو الترغيب والترهيب. والأخير اللي هو رحمة الله عليه اللي هو الشيخ محمود. الشيخ محمود كان مدرس لغة عربية، وأنا طبعا أكتر واحد أنا بحبه في كل هؤلاء الناس هو الشيخ محمود، إنه هو دايما كان بيجي يعلمه، هو علمني كيف أتحدث اللغة العربية، هو علمني كيف أحب اللغة العربية، وكنت بعامله ساعات معاملة غير كريمة، وعشان كده أنا بعتذر له وبعتذر لمن يرى هذا الفيديو الآن له. ودول هؤلاء الأربعة مدرسين يعني تأثرت بهم تأثر إيجابي كبير جدا 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 في طفولتي علشان أحب التعليم وأحب تحصيل العلم. دور المدرس مهم جدا في تكوين شخصية الطفل وبناء شخصية الطفل وحب الطفل للتعليم والتعلم. إذا كنتم أشكركم على مشاهدة الفيديو، وأتمنى أنكم تفعلوا الجرس وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. والسلام عليكم ورحمة الله.